سنوات حددها التسجيل رسم الإشهاد الإعلام اقترح إلى بتنازل بالتراضي خلافا وجعلني تعالى مباركة وجهني إلى سيد المدير. سيد المدير استقبل الضيف ولا الموثقين على التراب الوطني بسبب ظهور هذا التعليم اللي بعثها السيد أيمن بن عبد الرحمن في أوت 2021 اللي تمنع الموثقين باش يديروا أي تغيير في الشركات هذه اللي استفادت من قطعة أرض في إطار الاستثمار. ودائما يطلبوا لنا شهادة بداية الأشغال. أنا راني عندي مدة عام وراه سيد المدير المنجم والصناعة راهو على بالو مصر الاندستري راهي صافي اون اني والانشغال تاعي راه تام باسكو رانا في وضعية وين الشركاء هادو حابين يتغيروا كاين شركاء جدد حابين يدخلوا التدبيرين اللي راه معنيين بهذا الانشغال وهو الديلي. احنا على كل حال مسؤول من الشعب الوطني كانت عندنا لقاءات طويلة ربما ماراطونية على مسؤول اللجنة الاقتصادية لتحضير هذا القانون. على كل حال القانون جهز وشاركنا جميع الفاعلين فيه. اليوم راح جهز هذا القانون ولكن لا تزال بعض الأمور التقنية كما كنتوا تسمعوا راهي تتحضر ونتمنى أنها ما تطولش حتى يتمكن أي مستثمر من إيداع ملفه أو مباشرة الإجراءات المتعلقة بتجسيد مشروعه كالمنصر الرقمية مثلا العقار الاقتصادي اللي من نستناه باش يخرج قانون معدل جديد ليشرح ويوضح كيفية تحضير هذا العقار الاقتصادي وكيفية توزيعه بشفافية وأيضا حتى في تنظيمه. ولما نتحدثوا على قانون الاستثمار مش بالضرورة دائما نهضروا على الاستثمار تاع المحليين فقط لأنه أيضا نتمنى وإن شاء الله أيضا أنه يكون هناك جذب أيضا حتى للمستثمرين الأجانب في إطار خلق ثروة كما يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية في توجهاته خاصة في لقائه الأخير مع الولات والحكومة. حضرنا هذا اليوم الذي دعا إليه السيد ولي الولاية المحترم في إطار شرح قانون الاستثمار وخاصة وهو يهم كثير الجماعة البلدية بالخصوص خاصة وأن الدولة تتوجه إلى أن تذهب البلدية للاعتماد على نفسها في خلق الثروة وبذلك يعني شاركنا في هذا اللقاء مع ثلة كثير من رؤساء البلديات وكذلك السيد مدير الصناعة السيد مدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد ولي الولاية كل الحاضرين. كان لنا الفرصة اليوم مشاركة في هذا اليوم الإعلامي حول الاستثمار والشباك الموحد وكذا حيث كانت مختلف التوصيات والمناقشات حول تسجيل الاستثمار وخاصة في هذه الولاية الرائدة وإن شاء الله نتفاهلوا خير بهذا اليوم إن شاء الله. كثير أنه إرادة سياسية وإرادة تاع السلطات المحلية لحل حالات مختلف المشاكل حتى أنه المشاكل يكون ما عندهاش حل قانوني يعني يقدروا يقترحوا قوانين إن شاء الله اللي يديروا بها هذا حل حالات المشاكل والأوراق ومكافحة البيروقراطية لتسهيل عمل المستثمرين. الشباك الوحيد هو يعني قرار وضع من أجل يعني تقليص عدد المتدخلين من في الفعل الاستثماري. الشباك الوحيد مشكل من جميع الإدارات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري بالاستثمار هو المحاور الوحيد للمستثمر على مستوى في القريب إن شاء الله سيتم يعني القيام بجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار بداية من تأسيس الشركة إلى الحصول على سجل تجاري على الرقم التعريفي الضريبي. هذا أيضا فيه مشروع طموح جدا اللي كان أكد عليه السيد رئيس الجمهورية والحكومة تعمل أيضا على تطبيقه وهو إزالة الطابع المادي على الإجراءات بتمكين المستثمر بالحصول على الوثائق المتعلقة دون عناء التنقل وهذا عبر المنصة الرقمية للمستثمر اللي في مرحلتها الأولى تم دخولها حيز التشغيل يعني بإمكان المستثمر الآن يسجل الاستثمار تاعه عبر هذه المنصة invest.gov.dz يعني وهي شغالة الآن للتسجيل
وستتوسع سيتوسع استعمال أو استغلال هذه المنصة ليشمل أيضا الحصول على العرض العقاري وأيضا تسجيل طلبات العقار لما يتم الفصل في هذه المسألة في الأيام القليلة القادمة. بالفعل هو إعادة بعث الاستثمار لخلق الثروة وخلق مناصب الشغل، وكما قاله سيد رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا يشترط ويستلزم وضع المناخ الملائم للاستثمار، وهذا ما نسعى ما تقوم بالدولة حاليا منذ 2020 عن طريق النصوص القانونية التي صدرت والمراسيم التنفيذية كلها تحدثنا عنها منذ قليل. إذن كل هذا يدخل في إطار تحسين مناخ الاستثمار. التعليمات نتاع السيد رئيس الجمهورية رقم 3 المؤرخة في 19 ديسمبر 2021 هي كانت الانطلاقة. أنا ذاك السيد رئيس الجمهورية تذكرون أصدر تعليمة متعلقة برفع العراقيل على كل المشاريع التي كانت جاهزة والتي لم تدخل آنذاك حيز الخدمة بسبب عراقيل وصعوبات إدارية. إذن الحمد لله تم عن طريق من خلال هذه التعليمة رفع العراقيل عن العديد من الملفات على المستوى الوطني، وأنا ذكرت الرقم على مستوى الولاية نتاعنا 101 ملف تم استفادة نتاعو من هذه الرخصة الاستثنائية. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.